شو السلام عليكم ورحمة الله. لحظات قبل سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس والوفد المرافق له، وكذلك أيضا العثور على حطام الطائرة وأسباب الغموض التي انتابت هذه الحادثة. هذه هي الأجواء التي كان فيها طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس والوفد المرافق له، وكما يظهر أنه ليس هناك أي ضباب، أو كما يدعون أن الجو كان سيئا وغير ملائم للطيران، مما يضع علامة استفهام كثيرة حول غموض هذه الحادثة والتي سوف تثبت الأيام القادمة الأسباب الخفية وراء هذا الحادث الغامض. فكما تشاهدون حضراتكم الأجواء عادية جدا ولا وجود لأي ضباب أو أن الجو سيء كما كان يدعون. هذه هي اللحظات الأخيرة قبل سقوط الطائرة. وكما شاهدتم حضراتكم هذه هي بعض المشاهد لحظة العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني صباح اليوم. هو والوفد المرافق له، فيما أمرت السلطات الإيرانية بفتح تحقيق في أسباب حادث تحطم طائرة الهليكوبتر التي كانت تقل رئيس البلاد، مما أدى إلى مقتله مع وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وسبعة آخرين. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكن شاكر جدا جدا لحضراتكم وجزاكم الله خير.